أربعة شلع شريف. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدار كفوني الكلام عند التحدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودرات فرائض عقدي، إن مجدي في الأوليات عريق من له مثل أولياتي ومجدي. تحيا مصر. تحيا مصر. لا قوليها بصوت عالي. تحيا مصر. قبل ما نتكلم بس مع جلادس، انا في كلمتين مزنوقه عايز اقولهم. اتفضل. يزعلوا حد ما يزعلوش حد ما يخصنيش. دلوقتي كل بلد وكل شعب ليه شؤونه الداخليه، يعني عندنا مثلا المرتبات تزيد، المرتبات تقل، الكهرباء تغلى، الكهرباء تزيد، نتخانق احنا كشعب مع بعض، نعمل اللي احنا عايزينه في بعض، احنا شعب مع بعض. ايش حشر شعوب اخرى؟ يعني انا مالي وشأني ايه ببلد هنا ولا بلد هنا؟ ها؟ المرتبات فيها زادت، عليت، الكهرباء اتقطعت، البنزين، انا مالي؟ انا كمواطن مصري انا مالي؟ ايه شأني؟ انا كإعلامي مصري حصل معرفش فين كذا كذا، لو انا بتاع اخبار حتى اقول الخبر وخلصنا، انا مالي اهاجم اداره البلد الاخرى؟ انا عايز حد يفهمني، انا جاهل وما بفهمش، نفسي حد يشرح لي ايه. يعني احنا هنا من لو في بقى مصريين بيعارضوا ومصريين بره بيعارضوا، هم في الاول وفي الاخر مصريين، يقولوا اللي يقولوا، من حقهم لو هيقولوا بطريقه محترمه وما فيهاش قله ادب وما فيهاش خيانه للبلد. لكن اللي انا بستغرب له ببقى قاعد اقرا بذهول لما بلاد اخرى وشعوب اخرى تقعد تتكلم عن الشأن الداخلي المصري. طب ما تشوفوا مشاكلكم الاول، ده انتوا عندكم مشاكل لا حصر لها، ده انتوا المشاكل نفسها مش بلد واحده، دي بلاد كتيره، انتوا عباره عن كتله مشاكل طالعه في بلد مالناش دعوه برضه، تحلوها مع نفسكم، مش ما نتكلمش احنا فيها، ما يخصناش. لما انتوا بقى تخلصوا حضاراتكم يا البلاد واصحاب البلاد والشعوب اللي بتتكلم كده مشاكلكم، تبقوا عايشين زي سويسرا، اه، وعندكم داخليه وامن وعايشين في امان، وعندكم جيش بيعتبر من اقوى 10 جيوش في العالم، وعندكوا غاز وعندكوا بترول وعندكوا صناعة وعندكوا تجارة وعندكوا بورصة وعندكوا تعليم وعندكوا بتصنعوا أدوية، ها، وبتزرعوا حصيل، ها، ابقوا تعالوا اتكلموا. لكن مش بتتكلموا في ايه اصلا؟ يعني بتتكلموا في ايه؟ شكلكم بيبقى وحش والله. بنقعد نقرا الكلام اللي انتوا بتكتبوه، انا بقعد اسخسخ روحي من الضحك، اقول الناس دي جايه من لالا لاند، دول جايين منين اصلا؟ وفيهم ناس عمرهم ما جم، انتوا جيتوا مصر؟ انتوا في حد فيكم جه اخر 5 سنين شاف مصر دي بقى شكلها ايه؟ شاف العمار اللي في مصر؟ عمار يا مصر؟ شاف اقتصادنا بيتقدم ازاي؟ شاف كل حاجه عندنا بتتبدل بسرعه ازاي؟ الى الاحسن؟ ما شفتوش ده. شفتوه او ما شفتوش مالكمش دعوه برضه، شيء ما يخصكمش، احنا نعيش بقى ايه؟ في صحراء؟ نعيش في قصور؟ نعيش تحت الارض؟ نعيش فوق الارض؟ بلدنا واحنا حرين فيها، وادارتنا واحنا حرين فيها، نصطفل مع بعض. انتوا ايش حشركوا؟ انا موافقه جدا على لا 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 لا. وبعدين بصي بقى،
كل ما يلاقوه ما تفهميش احنا حارقينهم كده ليه؟ شطه ايه يا جدعان في ايه؟ ده احنا مصر مصر ايه ده؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ مش لا مش انت بتخش تقري الحاجات دي؟ مش عارفه شاغلين نفسهم ليه؟ ده في اعلامي محترم هقول اسمه استاذ احمد سالم على قناه القاهره والناس مجمع بجد لا دي مش مجمع كميه عامل سكرين شوتس لبتاع 75 ولا 80 حاجات بقى من تويتر ومن فيسبوك ومن هنا ومن هنا ومن هنا وكلام متناقض ويضحك بطريقه مش طبيعيه. ايه وبعدين احنا بلد مصر اقول لكم ايه غير كده؟ انا عايزه اقول لك وبنحل وبنحل مشاكلنا بهدوء وبناخد حقنا تالت ومتلت 24 قيراط واحنا قاعدين حاطين رجل على رجل. وبقول احنا عشان احنا الاداره بتاعتنا هي احنا الاداره بتاعتنا هي مصر هي الشعب المصري فبناخد حقنا تالت ومتلت واحنا عاملين كده اهو خليني بقى قاعد كده وعمرنا ما بنتدخل في شؤون حد غير لو طلب ده موضوع تاني ما في بلاد بتطلب ان احنا نتدخل لكن احنا يعني لكن احنا ما بنحشرش نفسنا ولا 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 بنحشر نفسنا في الشعوب التانية اكلت ايه شربت ايه استحموا بليفه لونها ايه انتوا مالكوا انا بقى عندي والله العظيم انت لا 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 لا, لا, لا. شيء لا يصدقه عقل ويا ريتهم عندهم حاجه يستندوا عليه يا ريتهم عندهم ظهر زي ظهرنا يعني احنا الحمد لله عندنا ظهر نتسند عليه واحنا قاعدين كده مستربعين قولي يا حاجه خلاص اصل انا مبقوق اصل تخش تقول انتوا مالكوا واحنا مالنا بيكوا وانتوا مالنا بيه مالناش دعوه ببعض كل واحد على ايه على قد اوضته كده يبني بلده ينظفها ويشوف اقتصاده ويظبط اموره بس كده لما بلد بقى تعوز الادارات يتكلموا مع بعض بس اخش الاقي شعوب ما عندهمش اساسا اداره ولا عندهم جيش ولا عندهم اي حاجه وعمال يقول لك مصر مصر طب عندكم حضاره زي بتاعتنا سبعة آلاف سنة هتيجوا بقى تتكلموا في ايه؟ قولي من حطوب الاول ايوه ماله طيب ده حضرتك كان يعتبر تاني ملك في الاسره ال 18 الدوله الحديثه احنا بنتكلم في 1500 قبل الميلاد حكم كام سنه؟ حاجه 21 سنه تقريبا من حطوب الاول كان ابن الملك احمس قاهر الهكسوس وكان والدته زوجة ثانوية فاضطر ان هو يعمل الجواز الالهي مع اخته الغير شقيقة اللي هي والدتها الملكة عشان ياخد العرش اللي هي الملكة ميرت امون. امنحتب الاول نتكلم بقى على حروبه راح بعت حملات للنوبة ووصل لغاية الشلال الثالث. الشلال الثالث ده يعني انت مثلا بتتكلم بعد ابو سمبل كده اوكي لان كان اي ملك بيجي وخصوصا بقى من بدايه بعد بقى حرب الهكسوس بقى في بدايه الجيش احنا الجيش الاساسي بتاعنا اتاسس ايام تحتمس الثالث اوكي فكانوا بيبعتوا حملات عشان يقولوا ايه انا الملك وفي ملك جديد ما كانش طبعا الدنيا مش متوصله ببعض زي دلوقتي فكان لازم يروح ايه يفرض ايه السيطره ويبلغوا الرساله. وبعدين ادي بقى من ناحيه الجنوب وعمل حرب في الغرب مع الليبيين ساعتها. وبعدين بدا يتوغل في اسيا. كانت لسه بقى البدايه بقى مش زي في 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 نص الاسره 18 لما بقت في الامبراطوريه الكبيرة بتاعت حطمس ثلاثة بتاعت حطمس ثلاثة بالظبط. فادي ايه امنحتب الاول عمل ايه بقى امنحتب الاول اثار ليه مقصورة في معبد الكرنك اسمها المقصورة البيضاء معمولة من المرمر ودي موجودة جايبة صورة ليها ودي موجودة في حتة اسمها المتحف المفتوح في الكرنك جنب المقصورة بتاعت الملكة حتشبسوت هو يبقى جدها بقى تمام
اما نحط بالتاني الاول سوري، احنا بنتكلم على الاول، ما تدفنش في وادي الملوك. امال فين؟ في حته اسمها دراع ابو النجا اللي هي في غرب الاقصر برضو جنب معبد حتشبسوت. اشمعنى؟ ما كانش لسه حد راح هناك، انت فاهم؟ في الاول خالص، في الاول خالص لسه ما حدش راح. بقى احنا كنا في الدوله القديمه، والدوله الوسطى كان في شكل مختلف من المقابر، سواء بقى مصاطب ولا اهرامات. وفي فنان موجود مقبرته في دير المدينه بيفتخر ان هو اللي عمل المقبره بتاعه امن حطب الاول. اوكي تمام. عايز تسال حاجه على امن حطب الاول؟ انت هتخش على التالت؟ على مين؟ تحتمس الاول. تحتمس الاول. تعالي نشوف صور. اوكي الحاجات دي كلها. ماشي وروني اول صوره. يلا اتفضلوا. ده مين ده؟ دي الموميا بتاعت امن حطب الاول، دي اللي اتنقلت من المتحف ده. أيوة. للمتحف ده. بص انا جبت الصوره دي لان هم حاطين زي ماسك من الكرتوناج. شايف انت الماسك ده هم اللي عاملينه؟ طبعا. شايف انت الزرع والورد اللي مش زرع، هو ورد يعني، فاهم؟ ملفوف حوالين الموميا زي لفائف حوالين الموميا. ايوه اوكي. ده اللي انا سالتك عليها قبل كده وقلت لي فاكره ما سالتك. طب ورونا الصوره اللي بعدها. ده مين؟ ده برضو امن حطب الاول. أوكي. ده تمثال ليه. اوكي وشه حلو قوي. ده تمثال ابيض. ده من الحجر الجيري. اوكي ممكن نشوف اللي بعدها. دي المكسوره المرمر. ايوه اللي موجوده في معبد الكرنك. حلوه قوي. دي رخام كلها. ده الاباستر. الاباستر. اوكي اللي بعدها. ده مين؟ ده بقى تحتمس الاول. ده اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. اللي هنتكلم عنه دلوقتي بالظبط. ده ابنه. ده ابنه مظبوط. وده الموميا بتاعته راحت برده من المتحف ده للمتحف. أيوة. ده نخش على الصوره اللي بعدها. ده برده تمثال من الجرانيت لتحتمس الاول. رهيب التمثال ده، رهيب، في عظمه وشموخ غير عادي. تشوف الصوره اللي بعدها. دي المسله بتاعت تحتمس الاول اللي موجوده في معبد الكرنك. اوكي دي المساله الوحيده اللي في معبد الكرنك. لا لا لا، في واحد اثنين ثلاثه، ثلاث مسلات. شيلوا لنا بقى الصور. طيب اوكي تحتمس. خلينا بس نقول حاجه. نفسي كل الناس تروح تزور متحف الحضاره. طبعا انا ما روحتش. احنا هنروح ان شاء الله. احنا اتفقنا على كده. والمكان هتتبسطوا فيه قوي. تذكره ب 60 جنيه للمصريين، واتمنى ان كل الناس تروح. صح. طبعا لازم. يلا قول لنا بقى. طيب اللي حصل طبعا ان ايه، من حطب الاول توفى، فابنه اخذ الحكم بعديه على طول لان والدته كانت الملكه. فما كانش فيه ايه اي مشكله. وجدته بقى اللي هي احمس نفرتاري حضرت اول سنه من حكم تحتمس الاول. تحتمس الاول يبقى هو قعد حوالي 13 سنة في الحكم، ما كانش كتير، اتولى وهو عنده 40 سنة تقريبا. يبقى والد الملكة حتشبسوت وتحتمس الثاني. اوكي اوكي. فالآثار بتاعته طبعا، انت لما وانت داخل معبد الكرنك بعد ما بتخلص صالة الأعمدة الكبيرة بتلاقي المسلة بتاعة تحتمس الأول من الجرانيت. أوكي. في مقولة أو رأي بيقول إن احتمال إن الملكة حتشبسوت بنته هي اللي عملت له المسلة دي. أوكي. بس مش ممكن، مش يعني هو مفيش أي معلومة عندنا مؤكدة 100%، صح؟ في حاجات مؤكدة وفي حاجات لأ. نسبة قد إيه؟ يعني ممكن تقول بنسبة 60% في حاجات مؤكدة لأن هي بتبقى مكتوبة. موثقة. و40% بتحمل نظريات كلها. أوكي. وخد بالك كمان يا شريف إن من سنين لما كانوا بيترجموا اللغه الهيروغليفيه في حاجات اتعمل لها ابديت دلوقتي بقت ليها معاني مختلفه. صحيح صحيح. تمام. وفي اكتشافات كل ما بنكتشف كل ما بتغير لنا بنغير شوية. حاجات ايه كمان؟ تحتمس الاول طبعا كان لازم يبعت حمله للنوبه، وتوغل في اسيا اكتر من والده. كانت البدايه. المسله بتاعته الجرانيت طبعا دي ايه اللي في الكرنك، في معبد الكرنك. ووالد تحتمس الثاني اللي هو حكم بعديه ابنه واتجوز اخته حتشبسوت. اوكي
ما كانش ليه يعني ايه؟ في حاجه ثانيه عايز اوديها؟ لا. بمناسبه المسلات، فاكره جلادس؟ احنا كنا قاعدين هنا مع بعض في الشارع على فكره، لما اتقال وطلع قرار ان هيتحط في ميدان التحرير مسله واربع كباش، حصل ايه؟ ايوه فاكره. انا كنت معترضه برضو يعني، مش فاهم كنت. لا انا ما كنتش معترضه على المسله، انا الكباش. وبعدين دلوقتي معترضه؟ لا وقلت كده. ما احنا ما بنديش فرصه اصلا، احنا بنعترض على قبل ما الحاجه تحصل او نشوفها. انا اقول لك، انا اعتراض الناس اللي شغالين في المجال بتاعي خوف بس مش اكتر. إيه؟ على الاثر بس. هو ده، مفيش اي حاجه تانية. مش ان احنا بنعترض لمجرد الاعتراض. يوم بقى نقل المومياوات والحفله وانت شايفه المسله والاربع كباش، حسيت؟ لا كانت حاجه تجنن. حسيتي بايه؟ لا دي واحده، انا عايزه انبك دومينيك شويه. لا انا خلاص انبت وما بقتش مأنبني دلوقتي. لا اصل يعني ما، وبعدين دي واحده، تعالي فكري الناس مره ثانيه. بس يا شريف، الاربع كباش اللي اتحطوا في ميدان التحرير دول كانوا فين؟ في معرض الكرنك. في اي حته؟ في الصاله الاولانيه بعد الطريق الاولاني. في الطريق الرئيسي ولا في ظهر المعبد؟ لا مش في ظهر المعبد، جوه المعبد. جوه المعبد بالظبط. لما اتشالوا فرق؟ الحقيقه لا. شكرا. بس انا، لكن فرقت لما اتحطوا في ميدان التحرير. بس انا عايزه بس اوضح حاجه. قولي. انا مش بعترض لمجرد الاعتراض، انا كنت خايف عليهم بس. هو ده. لا ما خوف على الاثر. بعد كده ما تخافيش على حاجه. اوكي. عشان لما في حاجه بيحصل قرار انها تتعمل في الوقت ده بقت تتعمل صح. انا موافقاك. شفنا ده في ميدان التحرير، شفنا ده في المتحف الجديد، متحف الحضاره. هننبهر بقى الابهار كله، ومش احنا بس. انا عايز اقول لك، العالم كله، لك العالم كله بافتتاح مستني المتحف الكبير، الجراند ميوزيوم بتاع الجيم في الهرم. اسمه جيم. اسمه ايه؟ جيم، جي اي ام، جي ام، جراند ايجيبشن ميوزيوم. ده بقى اللي هيبقى الابهار. استنوا بقى، ده العالم هنوقفكم على رجل كده. اقول لك بقى مصر بتعمل ايه. اقول لك ان كل السياح اللي جم مصر من 20 سنه عايزين يجوا تاني، عايزين يجوا مع سياح المتحف الكبير. شكرا. في اي حد من الدول اللي بتنتقد او عندهم مشاكل، عندهم مشكله ان احنا ممكن بعد اذن حضراتكم نفتح المتحف الجديد، ولا حضراتكم شايفين اسمه ايه؟ جيم. واسمه جيم. حضراتكم برضو عندكم مشاكل برضو للبلاد اللي هم عندهم مشاكل معانا وطول النهار عمالين ينتقدوا الشعوب، ها؟ عندكم مشاكل ان احنا هنفتح متحف كبير هنسميه جيم وجنب الهرم بعد اذن حضراتكم يعني، وفي الغالب على شكل اشعه الشمس. شكل اشعه الشمس. وفي الغالب هيبقى في عندنا مونوريل وهيبقى في حاجات كده. عندكم مشكله في كده؟ هنصنع فاكسين بتاع الكورونا برضو عندنا في مصر. عندكم مشكله؟ عشان لو عندكم بس مشكله قولوا لنا عشان ما نصنعوش، وهنصدر له لافريقيا كلها. عندكم مشكله في ده؟ شكرا ليكم. ميرسي جلادس. ميرسي شريف. شرفتينا ونورتينا كالعاده. يا رب تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في 14 شريف. تكون معاكم ان شاء الله بكره في نفس ميعادنا. شكرا ليكم. باي باي.